stationné sur le chemin en face de chez moi. Et puis, j'ai resté là jusqu'à 9h30. Je ne savais pas s'il était allé en forêt. Et puis, il ne s'est rien passé. Alors, avant hier, on a appelé les policiers qui sont venus le lendemain matin avec des chiens et puis des experts. Tellement loin du chemin, là, puis, c'est presque impossible à retrouver parce que il y a eu des policiers avec des équipes là, de chercheurs. Il doit y avoir au moins une cinquantaine de personnes là, qui ont fait des traces partout dans la forêt. Alors, je vais essayer de trouver ça, puis vous ne le trouverez pas. Là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont sorti la personne là, à peu près vers 11h30 midi ce matin. Est-ce que vous voulez d'autres détails? Je peux vous en donner si vous voulez, là, mais c'est pas agréable d'entendre. Hein? Comme vous voulez. Okay? Les lives. Ça, c'est un endroit assez calme. Il n'y a pas de lien spécial ici. السلام عليكم جماعة. أعطنا الفرصة من بعد اللي راحت الشرطة من المكان هذا وداو الجثة على المرحوم أننا ننتقل للمكان اللي وجدت فيه السيارة. السيارة كما راه لا ماهيش هذه يعني صور هذه السيارات تاعنا اللي جينا فيهم احنا، ولكن المكان اللي وجدوا فيه السيارة هو هذا المكان. يعني في هذا المكان وجدوا سيارة المرحوم هنايا، وأنه وجدوه لداخل على بعد واحد الآن كيلومتر يعني لداخل في هذا الغابة. يعني شوفوا صعبة المسالك يعني هنا يعني اللي صابوها الجثة من بعد واحد ان كيلومتر منها المكان تاع السيارة هذا هو، والجثة يعني ممكن يعني مانيش عارفين يعني منين ممكن تدخل من هذا المكان، ممكن من هذا المكان مانيش عارفين يعني حتى هنا باش تدخل يعني ما كاش لي تراس، يعني كما راكم تشوفوا ما كاش اثار يعني الانسان باش يدخل مكسر شجر ولا اعراف تاع عروف كما يقول لك تاع شجر هنايا ماناش عارفين منين يدخل. ممكن من هذه مثلا، اذا كان سلمنا بالامر وقلنا منها يدخل الامر صعيب يعني ماهوش سهل. يعني شوفوا هذه هي المكان، يعني مستحيل يعني ان انسان عادي وما يعرفش المنطقة يجي على 70 كيلومتر باش يجي هنا يعني باش تشوفوا. يعني هذا هي المكان بصفة عامة اللي باش تدوا نظرة على المكان اللي كان فيه يعني وجدوا فيه المرحوم. وي وين رايح؟ وين نديروا؟ ما زلنا مع اللايف. طبعا سمعوا لي جماعه، رانا هنا في بعض نديروا في بعض الترتيبات ونتبعوا في حيثيات يعني نحاولوا يعني نقربوا الصوره للمشاهد الكريم وخاصه لعائلته في الجزائر. يعني رانا نوصلوا للمكان اللي ممكن يسمح لنا فيه، لان الجماعه هنا واصدقائه قال لك لازم نجيو من بعد الدفن ان شاء الله انهم يديروا له يحطوا الورد هنا باقات من الورد. يعني من حس حظنا اننا صبنا صاحب الارض. ماني هذه هي مش هذيك السياره صابوها ثم وهنا يعني يكون فات يعني ممكن. استنى تشوف ماناش عارفين واش راه يقول صاحب الارض هذه، ربما يكون مر من هذه الجهه. يعني رانا مع صاحب الارض هذه،
صاحب الارض يعطينا في معلومات على الارض تاعو. وي اوكي. المكان صعب، مسلك صعب يعني باش توصل المكان اللي وجدوه فيه. يقول ان هذا مسلك بين المسالك اللي يمكن الانسان انه يمر معاها الى اعلى، والمسافه ما بين وجود السياره والمكان اللي وجدت فيه يعني جثه الفقيد حوالي 1 كيلومتر. الله يرحم الفقيد على كل حال ويتغمده برحمته، انا لله وانا اليه راجعون. مرسي. مرسي بوكو. يعني نزولا عند رغبة بعض الإخوة، قال لك يعني من بعد يعني الجنازة تاعو نجو نحطوا يعني ورود يعني ويديروا وقفة. صاحب الأرض راه يشرح ماهيش هذا المكان اللي صابوا فيه، ولكن بعد كيلومتر قال لهم نسمح لكم باش تديروا الورود في هذا المكان، يعني عند هذا الحاسي المغلق. قال لهم ممكن أنكم تديروا الورد إذا حبيتوا هنا، يعني داو لوتوريزاسيون تاعو يعني. مرسي بوكو ميسيو، مرسي. مرسي. أليزي يا جماعة. اوكي. وي وي ميرسي بوكو. هذا واش حبيت نقول لكم، يعني المكان اللي وجدت فيه جثة المرحوم هنا يعني في الأعالي هذه يعني تاع المكان هذا، والسيارة كما قلت لكم يعني واحد 500 متر يعني صابوها ثم. علاه جينا حتى لهنا؟ باش صاحب الأرض هذا قال لنا واش تاقوا تحطوا الورد هنا، حتى هو المكان يعني اللي وجدوه فيه السيارة من ثم يعني الفوق. المكان هنا هذا المكان مجرد باش الإخوة كي يجوا المرة الجاية باش يحطوا الورود هنا، طبعا وبالتسريح والإذن تاع صاحب الأرض. واش نقول لكم؟ نتمنى أنكم يعني وضعناكم في الصورة على الظروف يعني والمكان اللي وقعت فيه هذه المأساة. نتمنى من الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده برحمته، إن لله وإنا إليه راجعون، وألهم ذويه جميع الصبر والسلوان. السلام عليكم، ونلتقي في الحصة بلك المساء ولا غدا إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جماعة متتبعين زومو ريالتو 113، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللايف الخاص، هذا اللايف اللي يعني كما يقول لك جانت الفاجعة اللي تلقيناها صباحة اليوم بوفاة الشاب الجزائري المفقود. كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. على بعد حوالي 70 كيلومتر من مدينة مونريال ومن إقامة المرحوم رحمه الله وطيب ثراه، وجدت اليوم جثة الطالب إسلام يعني في هذا المكان كما قلت لكم اللي هو في شمال مونريال. لسوء الحظ يعني بعد أسبوع من اختفائه، وبعد أسبوع من قلق وهلع أصدقائه وأحبابه وأخوانه اللي ما توقفوش على البحث عليه طيلة هذا المدة، ولكن لسوء الحظ اليوم بلغنا وجوده جثة هامدة في هذا بالقرب من هذا المكان، طبعا اللي راه مغلق والشرطة هنا يعني مانع قدوم الشباب هنا لهذا المكان اللي وجدوا فيه المرحوم حتى تم يعني التحقيقات ما زالت مستمرة حول حيثيات هذه الوفاة. طبعا كما راكم تشوفوا الصورة غنية عن التعبير، أصدقاء المرحوم يعني هنايا راكم تشوفوا فيهم حاضرين بقوة يعني في صورة تعكس مدى تآزر وحب الجزائريين لبعضهم البعض.
مهما اختلفنا ومهما قلنا الحيثيات القضية أن الشاب يعني إسلام لحد الآن ما عرفناش تفاصيل، ولكن حسب أصدقائه شاب إسلام يخدم ليفريزون، فلربما قدومه لهذا المكان كان يعني فلربما احتمال 90 أو 99% جاي يعمل دي ليفريزون، ولكن شاءت الأقدار ما عرفناش كيفاش توقف في هذا المكان اللي هو يعني كما قلت لكم بعيد على موريال. يعني هذا المكان باش يجيه الواحد يجيه فلربما سائح ولا يجي خدام، وهو مادام ما جاش للسياحة لأنه ما خلى حتى خبر لأصدقائه، وكانت يعني صورته يعني خرج بصورة عادية يعني ما خرجش مضطر ولا، ولكن لما انقطع الخبر على أصحابه والاتصالات على أصدقائه يعني تقلقوا وكيبات برا في ذيك الليلة لولوندوما يعني ديكلونشاو لالارم، ويعني وبداوا يبحثوا عليه في كل مكان طبعا. لكن لسوء الحظ يعني اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي كلها بهذا الخبر يعني المؤسف والمؤلم، ولكن لسوء الحظ يعني قدر الله وما شاء فعل، يعني كانت حكمة الله أن وجدوه اليوم في صبيحة اليوم جثة هامدة في هذا بالقرب من هذا المكان. يعني ماناش عارفين يعني الأسباب اللي خلات الأخ يجي هنا، هي السبب الوحيد اللي أغلب الطلبة وأغلب أصدقائه يقولوا باللي جه هنا، وهو بسبب ربما جايب ليفريزون بهذه المناطق. اليوم رأيكم تشوفوا يعني العشرات يعني ماناش عارف حوالي 20 أو 50 يعني طالب اللي حضرت هنا من الصباح باش يحوسوا عليه، حتى علمتهم الشرطه وما خلاتهمش يقتربوا من المكان، قالوا لهم باللي رانا وجدناه راه ميت هنا وراهم لي زونكيتور هنا يديروا في لونكيت. طبعا حضرت، وزياده على هذاك حضر القنصل الجزائري واعوان القنصليين اللي حضروا لعين المكان كما راكم تشوفوا، حتى يقدموا التعازي لاصدقاء المرحوم ويتكفلوا بالشيء اللي لازم ويديروا الشيء اللي لازم يندار في هذا يعني في هذا يعني الظروف. يعني كما راكم تشوفوا القنصل ومعاه الموظف يعني، ومعنا الاخ يعني من ابناء الجاليه احد النشطاء اللي هنا اللي هو الاسم تاعك كريم رابط، هو ناشط يعني هنا في بين اوساط الجاليه الجزائريه ومن الوهله الاولى من الناس اللي ديكرونشاو لالارم هنا وما توقفوش على البحث والوقوف مع الطالبه، وراه هنا يعني بالخبره تاعو وصفته قديم هنا في موريال يعني يحاول يقوم بعمليه تنسيق وتنظيم بين الطلبه حتى تكون الامور ماشيه على. يعني كيفاش تلقيتوا الخبر هذا يعني الاخ مرابط؟ انا الصباح كان ستي بريفي نهضر مع لي بارون تاع الجزائر، نهضر معاهم نعيط لهم باش نصبرهم ونقول لهم اوني لا لا كوميونيتي تاعنا الحمد لله سيتي كوميونيتي تري سوليد تري سوليد، هنا اوني كوميونيتي اكزومبلير في كندا، والجماعه غير سمعوا راهم جاوا، احنا عندنا دي سونتين دو فواتير راهم هنايا صحابو اللي شهدوا له هذا المرحوم ربي يرحمه، كتب له ربي يموت في بلاد ماهيش بلادو كما يقولوا لا تدري اي نفس باي ارض تموت، نفس باي ارض تموت كتب له ربي يموت، يعني خلاص الاجل تاعو. هذه النقطه اللي نهزوها احنا كمسلمين، وانسان وليد متربي وليد فاميلا يحكي على صحابو اللي يعرفوه كل. وانا نقول لكم حاجه هنايا لي زارجينيا كل il faut être fier des enfants de l'école en Canada. C'est déjà mashallah متربيين، il donne le bon exemple خدامه والله في الكورونا هذه حاولنا نعاونهم بليزيور فوا، كان دي جون اللي يعاونوهم يديروا خاصه في رمضان يديروا لهم الماكله و تسا مي جامي يمدوا يديهم، سي دي جون اللي يحبوا يخدموا، هذا مسكين جاي يسترزق هنا يقرا ويخدم ربي يرحمه، دونك يفوا اتر فيير دو لا كوميونيتي الجيريان بهذه جنادو، وربي ان شاء الله يرحمه ويصبر والديه ويصبرنا احنا ثاني. بارك الله فيك سي مرابط. معايا طبعا اصدقاء المرحوم هنا، اذا كان ممكن يعني تقول لنا كلمه على المرحوم يعني. بارك الله فيك الاخ، يعني سنة تفوت السيارة الحس بارك الله فيك خويا. وكان لي جان تقولوا لنا كلمه على اسلام، فلربما انت كنت من الناس اللي دارت الفيديو صباح، ويعني اظن ونشرت باللي باش تطلب من الناس باش يجي يبحثوا عليه.
يعني كيفاش تقولنا يعني بصفة عامة يعني الاختفاء، ظروف تاع الاختفاء تاع الإسلام وظروف كيفاش يعني. أنا باش نقول لك على بالي من الحليستوارنا، أنا حتى البارح بعث لي هذا صاحبي قال لي يا ودي الولد إسلام لي أنا عارفه اختفى ديجا رحمه اختفى اكسيتيرا، وأنا كم ناشط في انستغرام اكسيتيرا دونك بليت عندي بس عندي عبادي تبعونيتو ابريت فاهم. انا قلت له يا ودي، قال لي يا ودي الجماعه جايين يحوسوا عليه اليوم الصباح، قلت له فوك نجيو بيان سور نحوسوا عليه، وكنا حايبين زعما باش انا المنشور اللي نشرته اليوم الصباح سيتي باش نكتفوا بالك ولا جينا يد مساعده باش نلقاوه في اسرع وقت فيك عنده ان سمان والولد مازال ما لقيناش. واش نقدر نقول عليه سيك انا حكيت معاه ديجا، سيتي كالكان اللي تشوفي عينيه، سيتي كالكان امبيسيو اللي حايب ينجح، اللي جاي لهنا باش تما سعيد في حياته، حاب ينجح ويفرح العائله تاعو تما، وربي يرحمه ان شاء الله يوسع عليه ويصبر اهله. بارك الله فيك الاخ، اعطينا كلمه المرحوم والصوت من فضلك. من نعم الناس ربي يرحمه. بارك الله فيك الاخت، اذا كان ممكن تكلمينا على المرحوم. انا ما نعرفش كيفاش نقول لكم الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله ويصبر ربي. ربي يعوضكم ما خير ان شاء الله، ما كاينش خير من عليكم الحال، ما ان شاء الله ربي سبحانه يعوضكم ان شاء الله. انا كنت نفرح معاه، انا ما نعرفوش بيرسونيلمون مي داكري لي تيمونياج تاع صحابو، سي ان غارسون تري امبيسيو اللي جا لهنا حاب ينجح حاب يخدم حاب يفرح عائلته. ان شاء الله ما فرحكمش في الدنيا، ان شاء الله يفرحكم في الاخره، وربي يقدركم على هذا الاختبار. بارك الله فيك الاخت. الاخوه اللي بغي يحب يحضر تفضل اخي. سلام. دونك احنا راني جاي، احنا انا جايين لا كوميونيتي الجيريان سي سان بيان لا كوميونيتي الجيريان كي صرا حاجه كيما هكذا يجوا الناس. انا ما نعرفوش، انا جيت هنايا شفت صحابي واش هضروا على الدخل كيفاش داير. دونك قولوا الله يرحمه ويوسع عليه، راهم يهضروا غير الخير عليه. دونك هذا واش الميساج اللي نبعثوا الاهل تاعو، الاهل تاعو نقول له الناس راهي تهضر غير الخير عليه. دونك الله يرحمه ويصبركم ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. دونك اون ابري لا نوفيل تاع خونا هذا اللي توفى اليوم، واش نقولوا انا ريانا ندير انا بلو لي مو، نقولوا الله يرحمه وربي يصبر والدي. وهذا الإسلام يعني كان من أقرب الناس لينا والناس كل، يعني كان إنسان طيب إنسان خالوق. مش هنقوله نقوله ربي عز وجل ديما يدي الإنسان طيب ديما القريب ديما يديه، الله ربي يرحمه وإن شاء الله يصبر يديه يصبر إن شاء الله يصبر عائلته. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الأخ انا صديق المرحوم اسلام رحمه الله برحمة الله واسعة. نعرفو معروف، كان معروف بيناتنا بالخصال الحميدة، ومعروف كإنسان طيب ويجري للناس كامل. انسان اللي خلى فاميليا وراه وجا هنا باش يحقق الاحلام تاعو كأي مواطن جزائري، كأي سيدي هنا، كأي واحد فينا هنايا. قدر الله ما شاء فعل. تبارك الله يموت هنا في ديار العرب هذي. نتمنى له الرحمة. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. انا مش عارف اللي جاني لنجمو تحضروا. السلام عليكم. انا اسلام جاري ونعرفو من زمان. انا اللي بعت له اول سياره واش قال لي كلام هو في هذه، قال لي واش راه تويوتا ايكو تاعي، قال لي راح نسترزق بها ساعدني، راني جيت انا ايتيديون انت اونسي عاوني ونسترزق ونعاون دارنا. هذه الكلمه شفا عليها صافي درجها هنا باش كيسترزق، ماشي جاي باش كيحوس ولا حاجه كيما القريب. هو قال لي نسترزق ونشفا عليها، وهو نخدم شوفير تاع اوتوبيس كي من الصباح باش نروح نديماري نروح نخدم، لقاه هو مع جا الكولوك تاعو محمد وخو محمد سموه عمر يديماريو الجامع تاع الصلاح تاع الصلاح باش كيروحو يصلو الفجر. صافي دار واحد متقي يعرف ربي. الحمد لله شهاده كيما هذه. السلام عليكم. انا راني طالب هنا كيما اسلام صديقنا وحبيبنا، نعرفوه من البلاد يعني من نفس الولايه، عرفوه في الولايه قبل ما نجيو لهنا.
مصر. أنا رانا ندرسو في نفس المعهد، خدمنا كيف كيف، هو إنسان بسيط عادي جدا، خرج من البلاد باش يدرس باش يخدم باش يعاون والديه كما يتأمل الطلبة هنايا، وما نعرفو غير ما نعرفو عليه غير الخير. رانا تحت الشوط، إن شاء الله ربي يرحمه، وحنا من هذا المنبر نوصلوا بلاغ للجالية الجزائرية والمغاربية، خاصة القنصلية العامة هنايا، نبلغوا لهم باش يوقفوا معنا في هذه المحنة، يعاونونا بأي حاجة، إن شاء الله ما يكون غير خير، وربي إن شاء الله يرحمهم ويسعدهم. السلام عليكم. إسلام كان زميل ليا في العمل، إنسى فتى رائع. إسلام كنت كنشوف فيه، نشوف فيه إكزامبل الشاب الجزائري اللي خلى بلاده، ما لقاش دار تفرى في بلاده، جاء الغربة لهنا باش يخدم يقرا. مشي لي عزيني صاحبي الإسلام، هو إنسان كان إنسان من الدين ومتعب. حنا كنا في العمل يعطيونا فترة استراحة، كل واحد باش يروح يدير في فترة استراحة، واحد يروح يكونيكتي، واحد إسلام كان يهز كارطون ويروح لمكان خاص به يصلي به صلاة الفجر. ربي يرحمه، هو هذا الشيء برك، هذا الشيء اللي يعزيني. كنت نفكر هذه الصورة اللي في دماغي هذا إسلام، كنت نفكر الشهادة في إسلام، والحمد لله يا رب، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعين. هذا إنسان حب ربي الدار، بارك الله وما شاء فعل. بارك الله فيك أخي ذكر. السلام عليكم، أنا صديق إسلام إنسان قدوة في الأخلاق، يعني يضرب به المثل هنا، كان الأصدقاء تاعو بزاف يضربوا به المثل، كان إنسان طيب، إنسان جد كريم، إنسان رب العالمين حبه إداه ليه، يعني للأسف الشديد، ربي يرحمه ويوسع عليه ويصبر أهله والدولة تاعو. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نظن الشهادات اللي كنت تسمعوا فيها تاع الأصدقاء المرحوم رحمه الله، كما يقول لك تعزي، تخلينا يعني الناس تتعزى في يعني العزاء تاعو، يعني فلا رب سبحان الله، كل واحد يذكر فيه بالخير. إسلام هو الطالب الجزائري، الطالب المكافح، الطالب اللي كما يقول لك طموح، الطالب المجتهد، الطالب يعني مجتهد في دراسته، مجتهد في العمل تاعو، كان عنده عدة أعمال يقوم بها، ومنها هذه ليفريزون، يخدم فني في أماكن أخرى كما راكم تشوفوا، يعني وكما رانا نشوفوا هنا في هذه الصوره القنصل الجزائري يتحدث مع الشرطه على حيثيات القضيه قبل طبعا ما يديروا الاوتوبسي، قبل ما تكمل الاجراءات الاداريه والقانونيه هنايا في على حسب الشرطه في مركز الشرطه في مدينه موريال ومع الجهات المختصه. هذه هي. استغفر الله. طبعا اذا كان مانيش عارف، اذا كان الناس تزيد تتكلم فلربما معنا اخ من ابناء الجاليه، هو احد النشطاء بين ابناء الجاليه، اذا كان تقدر تعطينا كلمه على هذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كما تشوف ان الجاليه راه هنا، يعني اللي جاو اصحابه، يعني كاع الناس راه تاع القنصل الثاني راه هنا. يعني لحد الساعه ما عندنا حتى اخبار عليه، يعني قالوا بلي راه لقاوه متوفي هنا في الغابه مش عارف وين، ولكن الشرطه هنا راه غالقه الطريق، يعني الجاليه راه متوقفه هنايا، يعني باش يشوفوا اخر الاخبار، باش يشوفوا كيفاش صارت الحادثه وكل شيء. حنا ندعو يعني ان شاء الله ربي يرحمه. طبعا ربي ان شاء الله ربي يجعل مع اهل الجنه ان شاء الله، مع الجنه وديه وصبر وديه ان شاء الله. بارك الله فيك سي محمد. كما شفتوا اخواني اخواتي المتابعين، حاولنا باقصى يعني كما يقول لك الشيء نقدموه هو ننقلوا لكم الجو، يعني هنا من مكان الحادث، من مكان وجود الجثه اللي ما زالت في الجهه المقابله، كما راكم تشوفوا في الشرطه غالقه الممر، ما نطيقوش نمروا للجهه اللي موجودين فيها، لونكيت راهي تمشي لو طون اللي تجي لومبيلونس وتنقل جثه المرحوم الى المستشفى واستكمال التحقيقات. طبعا نخليكم يعني تشاهدوا هذه الصور، وان شاء الله يعني بمجرد هنا من هذا المنبر نوجه يعني تعازيه الخاصه باسمي الخاص وباسم يعني كل متتبعين زوم موريال دو سونتريت، تعازيه الخاصه لاهل الضحيه، نقول لكم عظم الله اجركم، يعني ان لله وانا اليه راجعون، رحم الله فقيدكم واسكنه فسيح جنانه وثبتكم يعني ورزقكم بالصبر بجميل الصبر والسلوان، ان لله وانا اليه راجعون، يعني وحاجه كل الامور يعني ان شاء الله راح تكون مضبوطه بالنسبه لنقل جثمان المرحوم
الممثل الجزائري اللي تفينا هناك كما كم تشوفوا في القنصل هنا يعني رم حاضر معنا والقنصلية هي اللي غادي تتكفل به بنقله من موريال حتى الجزائر وقبل هذيك غادي هنا الجماعة غادي إن شاء الله يديروا يوم تعزية ونصلوا عليه صلاة الجنازة هنا في موريال قبل ما يغادر موريال ويغادر كندا ليدفن في مأواه الأخير هناك بجيجل ناس جيجل نقول لكم عظم الله أجركم إن لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجديد يعني غادي في الحصص القادمة تعزو موريال نقول لكم عليه السلام عليكم